الأول الإيمان بالله. 第一条就是归信安拉。كيف نحقق هذا الركن وهو الإيمان بالله؟ 我们如何确立这一要素归信安拉？ يتحقق هذا بأمور أربعة. 我们确立归信安拉从四个方面。نؤمن بتوحيد الربوبية. 我们归信安拉的独一受拜性。وتوحيد الألوهية. 我们归信安拉是独一应受崇拜者。ونؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. 我们归信安拉独享其尊名与品性。والإيمان بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلاً. 归信安拉的存在性。ما هي الأدلة على وجود الله؟ 安拉存在性的证据是什么呢 ？الأدلة كثيرة جداً. 证据非常多。وتجتمع في أربعة أدلة. 我们从四个方面给大家讲解。الأدلة العقلية. 关于理智上的证据。والأدلة الحسية. 关于感知上的证据。والأدلة الفطرية. 关于天性的证据。والأدلة الشرعية. 关于教法的证据。الأدلة العقلية. 首先讲关于理智上的证据。يستحيل أن يأتي عاقل وينظر إلى هذا الانتظام البديع في الكون طلوع الشمس وغروب المجرات والبحار والأنهار والأشجار إلا ولابد أن يثبت أن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. 我们从理智上去想一想，天地万物、日月星辰、山峦河流，这一切事物都不可能没有他的创造者。那 الثاني الدليل الحس المحسوس. 第二个方面，我们从感知上去认知。يكون إنسان في كرب وشدة. 一个人有可能遭受困苦。يرفع يديه إلى السماء. 当他抬起双手，啊，向抬把手冲向天空抬起来。يجدها تنفرج.他会发现许多困苦会随之而散去。قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فنزل الغيث هذا دليل محسوس الدليل على وجود الله. 我们的使者穆罕默德（算了，穆斯林）曾经抬起双手抬向天空的方向向安拉祈求会得到安拉的援助。الدليل الفطري 关于天性方面的证据。كل مولود يولد على الفطرة. 每一个人出生在天性之中. نعم يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. 这种天性是肯定安拉独一的存在. الأدلة الشرعية كثيرة جدا الكتاب والسنة. 关于教法上的证据非常多. 教法上的证据也就是经典以及圣训.